أهلا بكم في موجز أخبار الاقتصاد. كشفت شركة تسويق النفط سومو أن المنتجات النفطية المستوردة للربع الأول من عام 2022 بلغت أكثر من مليار ونصف مليار دولار. أقالت الشركة إن الكميات المستوردة من زيت الغاز خلال الربع الأول من العام الحالي ابتداء من كانون الثاني وحتى شهر أذار بلغت 270,298 طنا بقيمة مالية بلغت 272 مليون و775 ألف دولار، فيما بلغت الكميات المستوردة من البنزين 1,162,000 طن بقيمة مالية بلغت 1,204,053,000 دولار. وأضافت أن الكميات المستوردة من النفط الأبيض خلال الربع الأول من عام 2022 بلغت 80,564 طنا بقيمة مالية بلغت 68,551,193 دولار. قالت وزارة التجارة الحالية إن الحنطة المسوقة للموسم الحالي ومخصصات القانون أو مخصصات قانون الأمن الغذائي ستؤمنان حاجة العراق حتى نيسان العام المقبل. وأضافت أن موسم تسويق الحنطة وصل لتأمين 1,800,000 طن، وقد يصل الحجم الكلي لمليوني طن، ومن الممكن أن تكفي الكمية البلد حتى شهر تشرين الثاني المقبل بحسب قولها. وبيّنت أن العراق يحتاج إلى 3 ملايين طن كخزين استراتيجي، لافتة إلى وجود خطة لاستيراد الحنطة من أستراليا وكندا وأمريكا لتغطية ما تبقى من الحاجة لهذا العام. دعا قادة الأمم المتحدة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى عدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية لتفادي مخاطر أزمة غذائية عالمية قد يتسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا. قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في رسالة موجهة إلى دول منظمة التجارة العالمية إن الحرب في أوكرانيا تلحق معاناة فظيعة للشعب الأوكراني وزادت من مخاطر الجوع والمجاعة على عشرات ملايين الأشخاص الذين باتوا على شفير انعدام الأمن الغذائي أو يعانون منه. ودعت الرسالة إلى الامتناع عن فرض قيود على صادرات المواد الغذائية الأساسية التي تشتريها الدول النامية المستوردة للمنتجات الغذائية وعلى المواد الغذائية التي يشتريها برنامج الأغذية العالمي لأهداف إنسانية. مددت الولايات المتحدة إعفاء المعاملات المالية المرتبطة بمشتريات الطاقة الروسية من العقوبات المفروضة على موسكو حتى نهاية العام الجاري، وذلك بهدف إفساح المجال أمام حلفائها الأوروبيين لتقليل اعتمادهم تدريجيا على هذه الواردات التزاما بالحظر التدريجي الذي أقروه مؤخرا. ونقلت وكالة فرانس بريس عن متحدثة باسم وزارة الخزانة قولها إن الإعفاء الذي كان ساريا لغاية 24 من حزيران الجاري مدد حتى 5 من كانون الأول المقبل. وأوضحت أن وزارة الخزانة جددت ترخيصها للمعاملات المتعلقة بالطاقة من أجل موائمة اللوائح الأمريكية مع الجدول الزمني لتنفيذ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام. حققت أسعار النفط مكاسب منتعشة من خسائر في وقت سابق من الجلسة وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود والاقتصاد الأوسع نطاقا قبيل زيادة كبيرة متوقعة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آب 17 سنتا، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر تموز 15 سنتا بعد أن انخفض بنسبة 1.7% في يوم الثلاثاء. ودفع التضخم المتزايد المستثمرين وتجار النفط إلى الاستعداد لتحرك كبير من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بزيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، والتي ستكون أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ 28 عاماً.
هذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.